مرحبا بكم مشاهدينا، حلقه جديده من برنامج بوب اب نيوز. كنتلقاو بكم كل نهار من الاثنين حتى الجمعه باش نعطيكم اخر اخبار مشاهير وما يروش مواقع التواصل الاجتماعي. دائما مع ابتسام كتيبي. اليوم غتكلمي لنا على مومياء البحر. مومياء حريه البحر، من طبيعه الحال اليابانيين كيعرفوها اكثر منا كاملين، لانه انتشلت من المحيط الهادي ما بين 1736 و1741، وعلى الفور عطالها البعض واحد الطابع ديال القداسه وداوها لواحد المعبد، ومنذ ذلك الوقت وعندها واحد القدسيه خصوصا في اليابان، وكيقولوا بانها كتمنح القوه والخلود. من طبيعه الحال هذا الشيء كامل وهذه الافكار كلها تهدمات من بعد ما جامعه كوراشيكي للعلوم والفنون اكدت من بعد بحوثات كثيره انها كائن مصنع يدويا. شوفوا اخبار واحده اخرى في الزابينغ. يشارك في هذه الدورة من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة التي ستعقد بين 14 و20 مارس الجاري ما يقارب 100 فيلم من 30 دولة من ضمنها المغرب، وذلك بفيلم شيفورة للمخرج الشاب مهدي عيوش. الأعمال المشاركة ستتبارى ضمن 4 مسابقات: الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة والأفلام الروائية القصيرة، كما يعرض المهرجان برنامجا للأفلام القصيرة جدا وبرنامج يضم الأفلام العابرة للنوع. تحتضن المكتبة الوطنية للمملكة يوم 9 مارس الجاري المؤتمر التأسيسي لرابطة كاتبات إفريقيا، وذلك بحضور ومشاركة مؤتمرات من 40 دولة إفريقية وأزيد من 130 مؤتمرة من الكاتبات المغربية ومغاربية العالم. مشروع فكري وثقافي كبير تحضر له رابطات كاتبات المغرب منذ شهور، يهدف إلى توحيد الأصوات الفكرية للنساء الإفريقيات والتعريف بالتنوع الثقافي والتعدد اللغوي بالقارة، وتأسيس رابطات محلية في كافة الدول لتكون مثابة جسر للتعاون جنوب جنوب. تخوض ريم فكري تجربة تمثيل جديدة ستطل من خلالها مرة أخرى على الجمهور عبر الشاشة الصغيرة. ريم شاركت مع متابعيها الخبر على صفحتها الرسمية على انستغرام، ومن جهة أخرى كتستعد لإصدار أغنية جديدة من المتوقع أن تكون إهداء للجالية المغربية المقيمة بالخارج. زوين أننا نشوفوا مبدعين مغاربة كيمثلوا في العديد من المشاريع، من بينهم سلمى صلاح الدين اللي غنتلاقاو بها اليوم واللي تعرفتوا عليها من خلال مسلسل سلامة أبو البنات. غادي نتلاقاو بها أو تلاقينا بها في بلاطو تصوير مسلسل الحان الماضي اللي غادي تلعب فيه دور البطولة، وغتقاسمها إلى جانب كل من مجدولين الإدريسي، فهد بن شمسي وممثل آخرين. المسلسل من توقيع ياسين فنان. من طبيعة الحال تكلمت الناس سلمى على أجواء التصوير، نشوفوا. معكم سلمى صلاح الدين على بوب اب. غادي نلعب دور ديال صفاء اللي هي واحد البنت كبرات بواحد العقد في الصغر ديالها حيت هي يتيمه ورباها واحد العائله. دونك حنايا المشاهدين غادي يعيشوا معاها كيفاش هاد السيده تعاملات مع العقد اللي عاشوهم من صغرها، وكيفاش غادي تلقى الام ديالها. ديما كنحاول نختار الادوار يكونوا مختلفين على الادوار اللي سبق ليا ولعبت. اللي ديجا كيتعرض على قاعة السينما كاين الفيلم من إخراج دريس الروخ سميتو كنبغيك تطلقني، مع الفنانة جليلة طلمسي وعدنان وحجة ويحيى أفندي، اللي كان لي شرف كبير أنني نشتغل معاهم، وكنت لعبة فيه دور ديال البوليسية. عندي مسلسل أسرار الليل اللي غادي يخرج إن شاء الله في رمضان من إخراج هشام الجباري، اللي هو فيلم مسلسل تاريخي ديال 4 الحلقات، وإن شاء الله الناس غادي يكتشفوني في واحد الشخصية اللي بعيدة على الشخصية ديال سلمى بزاف. وهذا ثاني عمل اللي كنخدمه مع ياسين فنان، سبق لي وخدمت معاه نزيف في الذاكره، بطوله ديال منى فتو وسعد موفق، ومعنا حتى الفنانه سلوى زهران، وكان لي شرف حتى هما نتعامل معاهم. وكاين تيليفيلم ديال داني يوسفي، المخرج داني يوسفي، بالبطوله ديال ربيع السقلي وانا. حاليا كيتصور الجزء الخامس. بيان سور في الدور ديال نسرين غادي يكون واحد التطور كبير، كيف ديجا سبق للمشاهدين وشافوا التطور ديال نسرين من الصغر ديالها حتى الكبر ديالها، غادي يكونوا بزاف ديال الحوايج اللي غادي يتبدلوا، غادي يكونوا دي سيتوياسيون اللي غادي تريتيهم عاوتاني المخرج ديالنا هشام الجباري، ونخليو الناس يكتشفوا الجديد هذا العام. إيهاب أمير إنسان رائع، ظريف، مخلق، أنا كان بالنسبة لي اكتشاف. لعبنا أنا وياه واحد الليسان اللي كانوا زوينين بزاف، وتبارك الله اللي عنده ما يقول، وأنا فرحانة بزاف وكاع فخورة أنني كنشارك هذا البروجي مع الفنانة مجدولين إدريسي والفنان فهد بن شمسي. أول حاجة كنتمنى لكم النجاح والتوفيق في أي حاجة درتوها، وكنتمنى نكونوا ديما خفاف على قلبكم. تكلمت ابتسام في بداية البرنامج على مومياء حورية البحر اللي عبدوها ولا توضعت في معبد لوقت طويل في اليابان، اعتقادا من الناس بأنها كتعطي القوة والخلود. في آخر المطاف طلعت مصنوعه يدويا، ما تبقوش تثيقوا اي حاجه كتقال لكم، حاولوا انكم تبحثوا، وربما كاين بزاف ديال الافكار اللي ما هياش باقي الناس مأمنين بها.
الحمد لله على نعمه الاسلام. هادشي اللي غادي نقول. شكرا لكم على تتبع الحلقه، نتمنوا ان فقراتها تكون عجبتكم. غادي نتلاقاو بكم غدا في حلقه جديده، في انتظارها زوروا موقع القناه الثانيه دوزان بوايما باش تشوفوا حلقات سابقه. سلامه.